للاستفاضة أكثر سينضم إلي الدكتور فارس سلبي للأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور فارس. يعني إذا نتحدث اليوم عن إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن، وربما هناك من يقول أن هناك حالة من الانقسام في مجلس الأمن، هناك موقف روسي صيني مختلف عن بقية المواقف، قراءتك لإحاطة المبعوث وقراءتك لما دار في مجلس الأمن؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن هناك نوع من الخلاف الشديد حول المشكلة اليمنية، أو أنه خلاف جديد. المسألة واضحة منذ البداية، روسيا والصين يقفان إلى الجانب الآخر للمحافظة، ليس لمسألة اليمن بقدر ما هي محافظة على اتزان مواقفهما مع المعادلة الإيرانية، وبالتالي الموقف مستمر منذ البداية، بينما يقف الطرف الآخر في موقف العجز الإدارة الأمريكية وما جاورها إذا المشكلة اليمنية. والمشكلة بطبيعتها تعتمد على أن ليس للأطراف جميعا سواء هذه أو تلك أي رؤية حقيقية لطبيعة المشكلة اليمنية وتصورات الحل فيها، إنما ينظر إلى المشكلة اليمنية نقطة في إطار ملف الصراع في المنطقة، في إطار ملف صراع إيران والغرب مثلا، صراع النفوذ في المنطقة، المعادلة أو معادلة التوازن في المنطقة، ولا يمكن لأي طرف من هذه الأطراف أن ينظر إلى اليمن بمعزل عن هذه المعادلة تماما. الصين وروسيا لا ينظرون إلى اليمن أنها مشكلة يمنية خالصة وبالتالي يمكن أن نساعد في حل المشكلة اليمنية، لا، إنما الصين تنظر إلى البعد علاقتها بإيران وصراعها مع الغرب، وبالتالي اليمن ملحقة ضمن هذا الإطار ويمكن أن تستفاد من هذه الورقة في هذا الجانب. روسيا كذلك، وربما بدأت تواصلات حتى، بالمناسبة روسيا لم هي الوحيدة التي لم تسحب سفارتها من صنعاء، لكن أيضا المسألة قائمة في حلف، مواجهة حلف آخر، روسيا والصين في مواجهة النظرة الغربية، والنظرة الغربية في مواجهة هذا النفوذ. لكن أيضا النظرة الغربية ربما دكتور فارس تتعامل بميوعة مع الملف اليمني، يعني هناك يعني نلاحظ طوال 10 سنوات لم يكن هناك رغبة جدية في الوصول إلى حل حقيقي في اليمن. وهذا هو السبب، هذا هو السبب، أنه كما قلت لك سابقا أنه الغرب في كل الأحوال والإدارة الأمريكية كانوا يمتلكون فرص حقيقية لحل المشكلة في اليمن، إنما لأنهم يدركون تماما أن اليمن ورقة في إطار ملف الصراع في المنطقة، ورقة في إطار التفاوض مع إيران والنزاع مع إيران وسياسة المعادلة التفاوضية مع إيران فقط. ولذلك عندما كان الغرب يشعر بقرب التوصل مع إيران إلى نقطة ما، يمنح الحوثي أكثر من مساحته أو التي يريدها. وعندما وجد الغرب الآن مثلا في هذه الفترة أنه يريد أن يضغط على إيران، بدأ يضغط على ميليشيا الحوثي، وهذه تفسر طبيعة المواقف الدولية من المشكلة اليمنية. ولذلك كل تصورات المشكلة وتصورات الحل على السواء بعيدة تماما عن رغبات اليمنيين وعن مصلحة اليمنيين وعن مصلحة اليمن حتى، أو تحقق تطلعات اليمن في إطار هذه القضية. المعادلة ليس لها معنى أكثر من هذا، ولذلك حتى الحديث عن الحالة الإنسانية في اليمن، الحديث عن القضايا عنهم يريدون أن يكون هناك حرب في اليمن وما إلى ذلك، وحديث للإعلام فقط لا أقل ولا أكثر، لكن المواقف في حقيقتها مواقف بعيدة. كم اجتمع مجلس الأمن حول المشكلة اليمنية وكم من قرارات؟ لو كان الغرب أو المجتمع الدولي ككل شرقا وغربا يريد حل المشكلة اليمنية لحلها في 24 ساعة بالتالي اليمن تحت الفصل السابع، لكن كما قلت لك هي ورقة مرابحة ضمن ملف كبير، وبالتالي يتعاملون معها من هذا المنطق. طيب مستقبل القضية اليمنية في ظل هذه المعطيات، في ظل أنه الملف اليمني أصبح ملفا ضمن ملفات كثيرة يتم يعني المفاوضة باتجاهها، أصبحنا بطريقة أو بأخرى ربما حرب منسية، لم يعد العالم يأبه بما يدور في اليمن، أي مفاوضات أيضا، أي تسويات، أي بعيدة عن رغبات اليمنيين، المستقبل العملية السلام في
اليمن والخيارات المطروحة أيضا للحكومة الشرعية للتعاطي مع هذا الواقع. وليست حتى ملف، ليت أنها ملف ورقة، لكن هي مجرد ورقة في ملف كبير، ولذلك هذا سيقود إلى سيناريوهات مرعبة كنت تسأل عليها. أول سيناريو في تقديري أنا أنه في الأخير سيضع الغرب تصور ناقص بطبيعة الحال للمشكلة اليمنية، ويمكن أن تفرض تسوية ما. هذه التسوية لن تفضي إلى سلام حقيقي في اليمن، وستفضي إلى معادلة مختلة سيكون أو لميليشيا الحوثي فيها نصيب واضح، ولن يخلص اليمنيون من الصراع، لأنه لا يمكن أن يتوصل اليمنيون إلى اتفاق أو شراكة حقيقية أو تعايش مشترك مع ميليشيا تمتلك السلاح والقوة والمشروع الطائفي والارتباط الخارجي بسهولة. هذا السيناريو الذي يمكن أن، أو على الأقل يريده الغرب، هم يريدون أن يصلوا إلى مرحلة من توقيع اتفاق، ثم بعد ذلك يدخل اليمنيون في متاهات صراعات، يمكن أن تنشأ حروب أهلية، يمكن أن تنشأ صراعات مستمرة، صراعات سياسية ستفقد الدولة قيمتها، لأن هناك ما يسمى بالسويس المعطل على الأقل كما في لبنان، وسنصير إلى السيناريو اللبناني بشكل أصعب أيضا. سيناريو آخر وهو المهم في تقديري، أن يدرك اليمنيين أن الحل بأيديهم وليس بأيدي الآخرين. ما هي خيارات اليمنيين؟ خياراتهم عسكرية في كل الأحوال. على اليمنيين الذين يناوئون ميليشيا الحوثي جميعا أن يتخلوا عن أجنداتهم وكراهياتهم وصراعاتهم، ويتجهوا لهزيمة ميليشيا الحوثي بكل ما أوتوا من قوة، لأنهم طبعا بالطبع سيواجهوا صعوبات كثيرة، ربما حتى يشن عليهم المجتمع الدولي حربا سياسية أو حتى عسكرية في كل الأحوال، وهذا ليس مستبعدا. لكن صاحب الحق سيفرض نفسه في كل الأحوال، أو على الأقل سيفرض تسوية أقرب للحقيقة بشكل مختلف عن هذه التي يراد بها. أما أن يظلوا ينتظروا، فأعتقد أن كل الخيارات ستذهب إلى خيار الدولة الضعيفة، الدولة الممزقة، الدولة التي تسيطر عليها الميليشيا، طيب، والدولة التي لن يكون لها مستقبل حقيقي. أختم معك بهذا السؤال، وهو في نفس الخيار الثالث الذي تحدثت عنه، يعني من خلال متابعتك للواقع الدائر ما بين أطراف المنظومة السياسية اليمنية حاليا، هل يمكن أن تتوافق المنظومة السياسية وتقف في مربع وطني واحد باتجاه عدو واحد، أم أنه هناك حالة من التشرذم والشتات تعانيها ولا يعني يمكن أن يصلوا إلى تسوية تجعلهم في مربع وطني واحد؟ الواقع أن القوى السياسية حتى الآن لم تنضج، وكل الأطراف والنخب لم تنضج إلى مستوى المأساة. لا أدري ما الذي ينتظرونه أكثر من 10 سنوات حتى يتعلموا درس الوطنية بشكل حقيقي وبشكل معمق، وبالتالي إذا لم تفت هذه 10 سنوات في عضد هذه المنظومة، فما الذي يمكن أن يحرضها أكثر؟ لكن أتصور أنه لو خفت حدة الاستقطاب الخارجي، وهذه هي المشكلة في تقديري من كل الأطراف للأطراف اليمنية، وترفعت هذه الأطراف اليمنية عن، أو على الأقل انسحبت من حدة الاستقطابات هذه ومن حدة الانتماءات الخارجية للمشاريع الخارجية، والتزموا في تحرير وطنهم على الأقل أولا، فإن المسألة تغير. وأعتقد أن المعادلة ليست صعبة عسكريا، يمتلك اليمنيين جميعا سلاح وقادرون، لو تحركت فقط كل الجبهات في لحظة واحدة ووجد اليمنيون أيضا والقبائل والكذا أن هنالك ضحف يتحرك، سيتحركون جميعا، وستكون عمر مواجهة ميليشيا الحوثي ساعات وليست مبالغة. نحن لدينا مثال في ديسمبر عندما حدثت الانتفاضة مع علي عبد الله صالح، كانت لو استمرت ساعات أكثر ستنهار ميليشيا الحوثي، فروا من كل المدن بأسلحتهم، فروا تماما، لكنهم أدركوا كيف يمكن أن يعيدوا أنفسهم إلى الواجهة بإسقاط الرأس. في كل الأحوال أعتقد أنه من المهم أن يدرك اليمنيون أن الحلول الخارجية لن تكون في صالح الدولة اليمنية، ولا في صالح الشعب اليمني، ولا في صالح
المستقبل اليمني ما لم يتخذوا القرار الحقيقي ويترفعوا عن مشكلاتهم ويذهبوا جميعا لتحرير أوطانهم، فإنهم سيظلوا دورون في متاهة ولن يحصلوا لا على دولة حقيقية ولا على مستقبل حقيقي.